والله يا سي سحماني، قريت انا اليوم، بديت نقرا في الكتاب موت في اليقظه لصور سقراط. والله عرفت واحد الحقيقه ماذا بيه الجزائريين يعرفوها. نقولها لهم الاب تاع بوتفليقه طيب. اللي راح هجر الوجده في زانيفا كان يخدم بياع، والجزائر والمغاربه والجزائريين كانوا يسكنوا في وجده في هذيك المرحله كانوا يعيطوا لبوتفليقه ود البياع. والبير بوتفليقه احمد بوتفليقه اي مور دون دي كونديسيون جامي يوتيلي، يقولوا بلي لا ايتي ليكيدي، وهذه ما يهضروش عليها كاع. انا كنت قرات في الكتاب تاع فريد عديدات، تعرف واحد لي فيريتي زعما تو تو دي كيفاش انسان كيما هذا طاق يوصل للحكم في الجزائر. هذه زعما رجال اللي ماتوا على الجزائر اللي صنعوا الثوره ما كانوش يشوفوا بلي يجي نهار واحد كيما هذا يحشي هذا ويولي هو يحكم الحكم في الجزائر. شوف راح نجاوبك صراحه بالمفهوم تاعي، ومانيش رجل دين ورجل فقه، لكن انا مسلم وانا من الناس اسعى ان اتدبر القران، ولست من الناس الذي على قلوب اقفلها. ربي كيهضر مع سيدنا نوح في المفهوم العام، قال له لا يلدون الا فاجرا كفارا. واش دار بوتفليقه في الجزائر؟ ما يديروش انسان نورمال، انسان عادي، يديروا الا فاجرا كفاره. واش دار توفيق في الجزائر؟ ما يديروش انسان عادي، يديروا الا فاجرا كفاره. جبت السؤال تاعك ولا لا؟ ربي est-ce qu'on saura, monsieur, est-ce qu'on saura un jour la vérité sur les disparus? Ou est-ce qu'il y aura sure. sur les disparus? Est-ce qu'il y aura des excuses? Parce que le dossier a disparu. Chauf. Sure. Laisse-moi zéro souffre. On t'a donné des signes. Signes? Je ne m'en ai pas nage. Hassan, aïe, tu rabais ou je harg exactement comme dossier? On ne sait pas. Laisse-moi faire mon ou je harg. Voilà, il a été condamné pour la destruction de dossiers sensibles. Est-ce que les dossiers ont été réellement détruits ou l'ont détruit pour ne pas être accessibles et des copies attendent dans des zones protégées? On ne sait pas. Alors, je dis, c'est là, mais je suis blanc. Lakin kul om faqdat ibn, kul mar'a faqdat akh, faqdat ab, am, khal, jar, كل طفل فقد اب عم خال جار، المفقودين هادو ما لازمش تبقى حكايته اسمها المفقودين. يعني اللي عندنا معلومات عليهم لازم جمهوريه جديده تبلغ الاهالي نتاعهم، اللي ما عندناش معلومات عليهم لانه كاين بعض الاوضاع الناس تهتم بها قوات الامن لكن هي خارجه قوات الامن. شو بالك فاهمني؟ كاين ناس خطفوهم ناس ما عندهم حتى علاقة بالأمن وما عندهمش علاقة بالإرهاب، لأنه أنا الإرهاب عندي عامة إرهاب قوات الأمن شيء واحد. قوات الأمن ليد اليمنى للأقدام البيضاء، الإرهاب ليد اليسرى. على هذه عندي عداء للإسلام السياسي، خاصة كينشم فيه ريحة الخليج، ريحة بطارق الصحراء، ريحة منافقين المدينة. لأنه نكره زوج حوايج في حياتي، الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونكره ناس الخليج. نكره البخاري لأنه الكتاب نتاعو دم لرسول الله وكذب عليه وزندقة، ونكره مسلم كيف كيف لأنه في نفس السياق. ونكره ناس الخليج لأنهم خبة أندال، شميت رخاص، طحنا كلاب، ما فيهمش ريحة الرجالة،
النظام ما فهمش الريحه. بلا ما ندخلوا في الديتاي، كي الامراء نتاعهم يجيو لباريس ولندن، ونسى الامراء يجيو لباريس ولندن، شكون هاد الناس؟ وعندنا حنا تيارات باسك خالصه، تيار اخواني وتيار سلفي خالصين من دول الخليج، يحبوا يرسخوا فكر خامج في الجزائر ما عندوش علاقه بالاسلام. صدق رسول الله، اتى الاسلام غريبا وسيعود غريبا، وطوبى للغرباء. اللي مش موافق على النظام هذا يطيش السلاح، يطيش الكاسكيطة، لأنه كون طيشوا بكل سلاح والكاسكيطة أو الماجوريتي تاعكم تنهار الدولة هذه، لأنكم أيها الشرطة منذ 9 جويلية اللي فات ما راكمش سلطة نظامية، راكم ميليشيات قمعية، لأنه الدستور سقط، راكم تحت أوامر عصابة حقيقية ضد مصالح الجزائر الأمة، راكم ضد ولادكم. أنا واش نقول البوليسي؟ أنا شي غير بني البوليسي بنك انت يقدر يقرأ فيه كول بريفي؟ ما يقدرش. تقدر لو تبعته للخارج؟ ما تقدرش. كنت مرض انت ولا مرتك ولا ولادك ولا يماك، تقدر تداوي في سبيطار ميليتار؟ ما تقدرش، لأنهم داروا لروحهم مجال خاص بهم هذه العصابة، وانت يستعملوا فيك. مازال ما فقتش سي ديميسيونا، داروه اكزامبل، حبوا يضربوا به المثل باش يخوفوكم. تخافوا على واه؟ انا نقول لك البوليسي مع الازمه الاقتصاديه اللي جايه، تعيا كي الطحان، تغمض عينك في الدار وبنتك داخله على 3 تاع الصباح، ما تقدرش تهضر معاها باسكو راح تعطيك المصروف. والحديث قياس، يا بهايم يا بقري، فيقوا حلوا عينيكم، فيقوا حلوا عينيكم. بيان سور نهضر على البوليسيه ولاد المدينه والمتحضرين، ماشي اللي جابوه كان تحت النخله ينقي فيه خنونتو، عطاوه توني زرقاء وعصا وقالوا ضرب الشعب. هذاك حيوان، هذاك اصلا ما على بالو بوالو، باسك الناس دوك يقول لك واش يهضر، انه هضر هكا. شكون فوطا تبون؟ ماشي الدواوير ولي زون تالفين ما يعرفوش تسمو، فوطاو عليه. دونك ما كان انا مانيش سياسي، ومانيش حندخل في الالاعيب السياسيه، ومانيش داخل معاكم انتخابات كاع. عاش امرئ إن عرف قدر نفسه، اللي بغل بغل واللي قاري قاري واللي حمار حمار.